سيادة المستشار، عايزين نعرف يعني أسباب حضرتك فيما كتبت. أولا يعني عايزين نقول ألف مبروك لعودة الطفل شنودة، إنما ما كان لهذا الأمر أن يحدث أصلا، وما فيش شكر لحد أصلا. الشكر أصلا لشعب مصر الذي التف حول قضية الطفل شنودة، الشكر أصلا لشعب الكنيسة الذي التف حول قضية الطفل شنودة. شنودة أصبح له قومية إنسانية، ده يجب أن يكون يوم احتفال لمصر. لذلك أنا بقول أنه لما المحكمة توجه إهانة للدفاع وتقول عدم اختصاص المحكمة، أكن المحامي معرفش أني محكمة اللي بتترفع فيها القضية، ده لسه محامي بيلعب في السنة أولى بقى. إنما السبب الرئيسي هو التفاف الشعب حول السادة المحامين، ومن غير الشعب احنا ما كناش هنعمل حاجة، ومن غير تضامن في موضوع الطفل شنودة ما كناش هنعمل حاجة. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، اقول لكل شعب مصر انه انا مقاتل. يعني ايه مقاتل؟ مش مقاتل مجازي، لا، انا اصلا ضابط، ضابط جيش حربي، قتلت في 67 استنزاف، وفي 73، وعارف يعني ايه قومية. انا عايز اقول لحضرتك انه القومية المصرية التفت حول شنودة اكثر مما التفت في اي حرب من الحروب اللي انا خطها. عايز اقول لحضرتك انه الانسانية يعني كانت في اوج عظمتها بواسطة شعب مصر وشعب الجنيسة بالذات في موضوع شنودة، وان كل اللي بيتم شكرهم دول اصلا يعني كانوا بينفذوا إرادة شعب مصر اللي هو البطل الحقيقي. الرأي العام هو البطل الحقيقي. احنا كمحامين ما كناش ممكن نعمل اي حاجة بدون هذا الرأي العام، واحنا عايزين هذه الإيجابية تبقى موجودة في مصر على طول. مصر انا عصرتها كتير، للأسف نادرا ما في إيجابية زي اللي شفتها، او مش نادرا، انا عمري ما شفت إيجابية زي الإيجابية اللي تمت مع شنودة. هذا الكلام هو اللي خلاني أنسحب من مباخر النفاق ويعني الشكر الغير لازم. لكن المفروض أنه كان شيخ الأزهر يقول الفتوى من 13 شهر فاتوا، مش بعد 13 شهر. كان المفروض أنه ما يتمش أصلاً أن الطفل يتسحب من والديه، من متأسف من أبويه، لأنه في فرق بين الوالد والأب، من أبويه فاروق وأمال. ما كانش مفروض. المسيحي مش جربة، المسيحية مش جربة، المسيحية دين سماوي محترم. احنا لازم نعرف ان ربنا عندنا في الإسلام بيقول ربنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، وطبعا المسيحيين ما قتلوناش في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم، وطبعا المسيحيين ما اخرجوناش من ديارنا، ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فين بقى بري انا للمسيح عشان اخد منه الولد واحطه في ملجأ؟ فين؟ لازم نعرف الغلط فين عشان ما نكرروش. انا ظابط واعرف ازاي اعلم الناس كويس، وكبير في السن، انا بلعب في الثمن الاخير من حياتي يا فندم. ربنا يديك الصحه، ولازم كل الناس تتعلم لا تتجاوز، وتتعلم ما تعملش تفرقة بين مسلم ومسيحي، وتتعلم ازاي تمشي مظبوط وفقا للقانون. وبعدين شنودة ما رجعش بفتوى الأزهر، رجع بإرادة الشعب. بس ده اللي انا عايز اقوله. انا بشكر سعادتك، ما كانش مفروض ان انا اتهان اصلا ويقول لي عدم اختصاص. انا بشكر سعادتك على وجودك معايا، وبأتمنى ان ربنا يديلك الصحة، وبشكرك على المجهود الكبير اللي حضرتك قمت بيه أثناء سير قضية شنودة، وأشكرك على هذا الإيضاح اللي خصتنا بيه سيادة المستشار أحمد عبده ماهر المحامي بالنقد والباحث. شكرا جزيلا.